السلام عليكم، كثيرين لبس عليكم. اليوم فيديو جديد مع وصفه جديده. غادي نحضر فيه واحد لي شنيك ساهلين واقتصاديين. كنحتاجو هنايا 250 غرام ديال الدقيق، كنديرو فيه معلقه صغيره ديال الخميره، ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، واحد القبيصه ديال الملحه، قبصه الملح، ربع كاس ديال الزيت النباتيه. كنتمنى هاد الشنيك هادو يعجبوكم. غادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء، تقريبا واحد الكاس لاروب اولا حليب، ممكن ديروا الحليب. كنكب واحد شويه الماء فوق هذيك الخميره وسنيده حتى تذوب لينا. صافي كنبدا نجمع في هذاك العجين، كندير في الماء وكنجمع. الا كان الحليب ممكن ديروا الحليب. صافي كنجمع هذيك العجينه حتى كتولي متماسكه، كتكون كتلصق شويه ولكن ما كتكونش جاريه، كتكون خفيفه ولكن ما كتلصقش في اليدين على هذا الشكل. انا تقريبا غادي نحتاج الكاس، غتبقى في غير واحد شويه. تبقى في واحد المعلقه تقريبا. صافي كنستمر انا حتى كنجمع على هذا الشكل. هذا راه كتكون خفيفه ولكن ما كتلصقش في اليدين كما كتلاحظوا. صافي غادي نجمعها مزيان شي على هذا الشكل. هذا ما كتلصقش على هذا الشكل. غنحيد داك العجينه اللي في اليدين ديالي وغادي نغطيها بواحد البلاستيك، نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليوها تخمر حتى كيضاعف الحجم ديالها كما كتلاحظوا. نديرها في شي بلاصه اللي تكون دافيه، اولا نشعل الفران ونطفيه وندخلها الفران حتى تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا. من بعد كنحيد من هذاك الهواء وكنحطها فوق سطح العمل اللي كنرشوا بالدقيق. كنتمنى تجربوها وما تنسونيش من لايك وبارطاج. صافي كنرش شويه ديال الدقيق، كنجمع على شكل كره وكنبسطها بالمدلك على شكل مربع كبير كما كتلاحظ. ضروري من الدقيق باش ما تلصقش لينا العجينه حيت خفيفه. صافي هنا غادي نبسط فيها بالمدلك، غنديرها على شكل مربع. ودائما المساند الرسمي حداي معايا. كنبقى انا مستمر على الشكل هذا نبسط فيها، ضروري من الدقيق. كما كتلاحظوا على الشكل هذا راه كيجو زوينين وكيجو خفاف واقتصاديين في نفس الوقت. صافي كنبقى نستمر على الشكل حتى نسرح على شكل مربع هكا. كناخذ انا المربع، اي مربع عندكم. انا خديت مربى الفراوله كنوزع على هذا الشكل هذا على الوجه ديالها كامل كما كتلاحظوا. طريقه سهله، ممكن ترشوا اي حاجه، كاوكاو، مهرماش، شكلاط، زبيب. انا اكتفيت غير بالمربى، كنوزعه كامل على الوجه كما كتلاحظوا. المربى فيه قطع. صافي كنبقى مستمرة انا نوزع فيه على هذا الشكل. من بعد كنبدا نرولي فيها على هذه الطريقة، هذه كنبدا نرولي حتى كنوصل للطرف الاخر حتى كيولي عندي واحد الحربول. كنثبت مزيان هذاك الجوانب، كنثبتهم مزيان كما كنقرصهم على هذا الشكل غير باش ما يتحلوش. وصافي باش ما العجينه ما تحلش. الطريقه راه واضحه على هذا الشكل هذا. كنجيب واحد الخيط كنقطعه من الوسط، هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كناخذ واحد اللاطه
كندهنها بالزيت صافي، وكنبدا نقطع فيهم على هذا الشكل، كيجيو على هذا الشكل هذا، وكنحط في اللاطه، كنبدا نقطع ونحط في اللاطه حتى كنقطع العجين كامله اللي عندي. كنظن الطريقه سهله والنتيجه ولا اروع. ديرهم الوليدات يفرحوا بهم، تفرحوا بهم الوليدات ديالكم. كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا، نقطع فيهم راه كيجيو زوينين وخفاف. ملي كنسالي كنزيد نبسطهم واحد شويه كما كتلاحظوا، كنضغط عليهم غير شويه نبسطهم. ضروري نبسطهم شويه صافي. من بعد ما كنبسطهم كاملين على الطريقه هذه، كنخليهم شويه يختامروا، واحد شويه يختامروا. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوهم، ماشي مشكل. صافي كنخليهم هنا يخمروا، ومن بعد كنجيب اصفر بيضه او بيضه كامله كنطربها وكندهن بها دوك لي شنيك عند ديولي، كندهنهم مزيان. الفران راه سخون هنا كيسخن، كندهنهم مزيان. صافي كندهنهم كاملين وكندخلهم للفران اللي كيكون سخون كيطيبو من التحت، ومن بعد كنشعل عليهم من الفوق يتحمرو، راهم كيجيو غزالين. صافي كنبقى مستمرة انا ندهن فيهم على هاد الشكل هذا. ومن بعد كندخلهم الفران حتى كيطيبو، ومن بعد ما طابوها النتيجة ديالتهم كيفاش كيجيو ولا أروع، غزالين. دهنتهم بشوية ديال المربى باش يعطي داك اللمعة. نقطع معاكم وحيدة، شوفوا كيجيو رطبين وهشاش. كنتمنى تشجعوني.